طيب يا دكتور، ايه خطورة جفاف الجلد في الشتاء؟ في حالات معينة الجفاف ده بيبقى شديد قوي لدرجة انه بيحصل تشقق جامد في الجلد، بيبان في الايدين وبيبان في الشفايف وبيبان في الكعب مثلا. التشقق بيبقى شدته كبيرة بسبب الجفاف الشديد من البشرة. خطورة الجفاف الشديد ده ان ممكن يعمل جروح تتلوث، وتدخلنا في قصص تانية. يعني التشقق، أنا بنشوف حالات الجفاف الشديد للبشرة أو للجلد بيوصل إن يبقى فيه جروح كده عميقة في الأطراف بالذات، فده طبعا بيعرضهم لتلوث وبكتيريا وصديد وموال كبير. يعني الموضوع مش بالبساطة اللي الناس متخيلها. غير كمان إن قصة الحكة الشديدة جدا اللي بتحصل نتيجة برضو عدم وصول الدم الكافي للأطراف بسبب عدم انقباض الأوعية الدموية بسبب البرد الشديد.